أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين تعذر رؤية هلال ذو الحجة، وعليه يكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة، في حين يكون يوم الجمعة 31 جويلية هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويأتي عيد هذا العام في ظل أجواء غير عادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.